طيب كوكب بتسألنا في طريقة عمل الكرواسون، ايه افضل، الكاكاو الخام ولا الشوكولاتة الخام؟ طيب يفضل انك انت تخلطي الكاكاو الخام مع رشة بسيطة من السكر كده وتلفيه وتحطيه حشوة كده مع الكرواسون، ده افضل. ليه بقى؟ لانه مش هيجمد، انما الشوكولاتة الخام هتخش الفرن هتسيح هتطلعيها هتلاقيها نشفت تاني. تمام؟